السلام عليكم. اليوم راح أعطيكم من الواقع. بعض الأحيان يأتون متابعين أو أصدقاء من بعيد يقول لي دكتور جايك مخصوص شوف بشرتي وراي مناسبة، أبغى شيء يعطي البشرة نضارة وإشراقة، يعني قلل التجاعيد أو المسامات اللي فيها وما يكثر، لا تكثر الأشياء، يكون شيء واحد وآمن ويستاهل أحط فلوسي فيه. طوالي أنا أروح إلى صيدلية وأعطي سيرم فيتامين سي، تبغون تعرفون السبب ليش؟ تابعونا الأخير حتى تستفيدوا من هذه الحلقة. معكم الدكتور صيدلي لطفي الخزاعي، وأتشرف باشتراككم بالقناة ودعمي بلايك. فيتامين سي يعتبر مادة نقية يحتاجها الجسم ولا يستطيع أن يصنعها، موجودة في الأطعمة سواء الحمضيات أو حتى بعض المكملات فيتامين سي، بس إنه مدخل الجسم تتوزع ما يوصل البشرة إلا كمية بسيطة جدا. لذلك ننصح دائما بأخذ سيرم فيتامين سي اللي يكون على شكل موضع سواء سيرم أو حتى كريمات. هذه المادة النقية في منها أشكال كثيرة في الصيدلية، سيرم فيتامين سي من أشهر هذه الأشكال الاسكوربيك أسيد، هذه المادة فعالة جدا يستفيد منها البشرة. في منها أشكال أخرى يعني بصيغ كيميائية مختلفة وتتفاوت من شركة إلى أخرى، مثلا اسكوربيل فوسفيت في منه بشكل مغنيسيوم وفي صوديوم، في اسكوربيت أيضا بلمتيت، وفي اسكوربيت جليكوسايد، وفي تترا هيدروكسي دايسيل، تعتبر تركيبة جيدة بعد الاسكوربيك أسيد. الاسكوربيك أسيد مادة فعالة طوالي تعمل في البشرة، أما المادة الأخرى تتحول إلى مادة فعالة. المهم إذا جيت تختاروا فيتامين سي لازم تشوفوا على العلبة إيش مكتوب، إيش التركيبة، وكم التركيز المناسب، و جودة الشركة، لأن في أنواع من الفيتامين سي يكون لونه برتقالي، هذا بس تسويق، والأصل يكون شفاف، لأن إذا تحول إلى اللون الأصفر يعني تأكسد، لأنه يتأكسد بسرعة مع التعرض لأشعة الشمس، لذلك لازم يكون في علبة معتمة، ونفس الوقت عندما يتعرض للهواء ذاك يحفظ في مكان بارد وفي علبة معتمة وما يدخل له الهواء، وأول ما تفتحونه استخدموه في يعني أسرع وقت ممكن. فيتامين سي يعتبر من أقوى المضادات للأكسدة، لذلك تعمل على تحفيز إنتاج مادة الكولاجين اللي سر ينبوع الشباب الدائم اللي الناس كلها يبحثون عنها، أيضا يقلل تكسر هذه المادة لأن يحمي البشرة من الشوارد الحرة، من علامات تقدم في العمر، من أشعة الشمس اللي تسبب تكسر الكولاجين. بنفس الوقت هذا يقلل إنتاج الخلايا الصبغية أو التصبغات في البشرة، يعمل أيضا على تحفيز إنتاج الكولاجين في شد البشرة، لا في خطوط رفيعة أو حتى مسامات، فله عدة فوائد، يعطي البشرة نضارة وإشراقة. فأنصح بجعل ضمن روتين العناية بالبشرة سواء كنتم في بداية العشرينات أو حتى في الثلاثينات، يعتبر من الأشياء الجيدة اللي تستاهل تحطون فلوسكم فيها. في أمثلة لشركات عديدة تنتج فيتامين سي بجودة عالية، بس مشكلتها أنها غالية، مثلا شركة سكين سيوتيكال تعتبر التوب، في منها أنواع مثلا مضاف لها مادة تكوفرول، هذه البشرة الجافة والبشرات بشكل عام، أو أما اللي فيها مادة سولومرين هذا البشرة الدهنية المعرضة للحبوب، إن سمعت الدكتور يقول غير مناسب للبشرة الدهنية، بالعكس مناسب لجميع أنواع البشرة. في بشرات تكون حساسة أو فيها وردية، هذا يستخدم نوع التركيز، هو التراكيز من 10 إلى 20 هذا المناسب، ننصحهم بالتراكيز أقل من 10 إذا كانت حساسة. عموما في شركات أخرى عديدة راح أحط لكم أمثلة تختارون ما يناسبكم. بعض الشركات تتفنن تضيف مادة الهيلورونيك يعني مرطب يقلل التهيج، بعض الشركات يعني تضيف مادة السلسليك أسيد ذاك مناسب أصحاب البشرة الدهنية، فأنتم اختاروا الذي يناسبكم، المهم يكون تستخدموه بطريقة صحيحة بحيث تحطون ضمن روتين العناية بالبشرة. يبدأ من الصباح يعني أول شيء تغسل البشرة، بعدين تستخدم سيرم فيتامين سي، بعدين المرطب، بعدين واقي الشمس، هذا هو الترتيب الصحيح لاستخدام سيرم فيتامين سي، تجعلون ضمن روتين العناية بالبشرة الصباحية. ممكن تستخدمه في المساء كمرمم للبشرة، بس هذه الطريقة صحيحة، هو يعتبر آمن للنساء الحوامل أو المرضع. ممكن تستخدم العلاج الحبوب او التصبغات، ومقشر البشره جيد، وله عده استخدامات. تكتبوا لي في التعليقات النوع الذي تستخدموه او سبق جربتموه من سيرم فيتامين سي. ان شاء الله تكون استفدتم هذا الفيديو على عجاله. تعجبكم الفيديو انسوا الاشتراك ودعمي بلايك، ان شاء الله اشوفكم فيديو قادم.